أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. في الآونة الأخيرة ومع استمرار الحرب وتبعاتها على البلاد، ارتفع معدل الجريمة بشكل ملحوظ، كما تزايدت قصص العنف الأسري. المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي هي الأكثر حضورا في هذا المشهد، إضافة إلى المناطق التي ما زالت تتصارع فيها الميليشيات المسلحة وتتكرر فيها الاشتباكات اليومية. لهذه الظواهر التي تفاقمت بشكل كبير بعد الحرب أبعاد وتبعات على البنية الاجتماعية، ليس بشكل مؤقت فقط بل تمتد إلى فترات طويلة، وقد تؤثر على مستقبل الضحايا لما تحدثه من صدمة نفسية في نفوس المتلقين لهذه القصص، حيث يبقى أغلب ضحايا هذه الظواهر كالعادة هم النساء والأطفال كونهم العنصر الأضعف في بنية المجتمع. عن ارتفاع معدل الجريمة والعنف الأسري في ظل الحرب سيكون موضوع حلقة هذا الأسبوع. ما أبرز الأسباب التي تدفع الناس لارتكاب مثل هذه الجرائم التي ظهرت إلى السطح مؤخرا، وما تأثيراتها في الحاضر والمستقبل، وما الحلول الممكنة لتفادي تكرارها والحد منها؟ أين ذهب دور المنظمات المختصة بمناهضة العنف لمعالجتها والعمل على توعية المجتمع بمخاطرها؟ عن كل هذا سيكون موضوع حلقة هذا الأسبوع، لكن قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم نشاهد التقرير التالي حول الموضوع. تأتي الحرب ومعها الكثير من التبعات على البلدان التي تحل فيها، حيث تؤثر على البنى الاقتصادية والسياسية والثقافية، وتتدهور كل هذه الجوانب بشكل ملحوظ. وللبنية المجتمعية نصيب أيضاً، حيث ينتشر العنف كما يرتفع معدل الجريمة. خلال السنوات الأربع الأخيرة وما صاحبها من معارك في أنحاء المدن، ظهرت إلى السطح قصص كثيرة عن جرائم لم يكن يسمع بها الشارع اليمني، وإن حدثت فإن حدوثها كان نادراً وبشكل متباعد، حتى بلغت فتاحة هذه الجرائم أن يقدم أحد المواطنين على قتل زوجته أمام أطفاله، وآخر يقيد أخته بالسلاسل ويحتجزها في بدروم منزله طوال أربعة أعوام. قصص أخرى كثيرة شهدتها العديد من المدن اليمنية، كقصص الاغتصاب والقتل والسرقة والسطو المسلح، بالإضافة إلى الاشتباكات اليومية التي راح ضحيتها الكثير من المواطنين. العنف الأسري أيضاً تزايد بشكل ملحوظ، فانتشرت قصص اعتداء الآباء على أبنائهم وزوجاتهم بالضرب المبرح والتعذيب الجسدي الذي يترك طابعاً نفسياً بعيد المدى في هؤلاء الضحايا. ويرجع أطباء في علم النفس الأسباب إلى غياب دور الأجهزة الأمنية والفقر والبطالة والكثير من العوامل التي جلبتها الحرب. وبسبب غياب دور المنظمات المختصة، فإن الإحصاءات المتعلقة بهذه الظواهر تعد منعدمة. لكن يمكن القول إن النساء والأطفال يشكلون النسبة الأكبر من ضحايا الجرائم والعنف الأسري، وأن نسبة هذه الحوادث تتزايد بشكل ملحوظ يوماً بعد آخر. المدن الواقعة تحت سيطرة الميليشيات المسلحة تعد مسرحاً رحباً لهذه الأحداث، نتيجة للقمع الذي يمر به المواطنون فيها. ونظراً للفساد الذي تشهده هذه المدن وغياب دور الأجهزة الأمنية فيها، وما بين هذه الجرائم وقصصها الصادمة المؤلمة وبين غياب الحلول المعالجة لها، يقف المجتمع على حافة الحذر والخوف من المستقبل لما تترتب عليه من أبعاد. إذن عن تزايد معدل الجريمة والعنف الأسري نخصص هذه الحلقة من برنامج المنصة. في البداية تنضم إلينا من القاهرة الدكتورة أنجيلا المعمري، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل من العاصمة المصرية القاهرة. أهلا بك دكتورة أنجيلا. أهلا بك أستاذ أسامي. دكتورة، بداية لو نتحدث عن أبرز الأسباب وراء تزايد وارتفاع معدل الجريمة والعنف الأسري في المجتمع اليمني. طبعا بداية نقول بأن ما تم ذكره في التقرير هي أسباب وإشارات واضحة لأهم الأسباب اللي قد تنتج عنها هذه الظواهر والعنف الأسري بكل أشكاله. الأسباب الاقتصادية تعتبر من أحد الأسباب الهامة التي تؤدي إلى العنف الأسري. فكما نعلم أن البلدان التي تتعرض للصراع والنزاعات تكون بؤرة مناسبة لظهور هذه الظواهر. كما نعلم نحن الآن نعاني من ارتفاع أسعار، انقطاع رواتب، زيادة الأعباء الملقاة على عاتق الأسر، وبالتالي لا يوجد ما يسد احتياجات الأسر في هذا الجانب. ضعف والتدهور في الجانب الاقتصادي يؤدي إلى تدهور في الأوضاع الاجتماعية.
النسيج الاجتماعي أثناء الحروب حصل فيه تمزق وتهتك كبير جدا. لاحظنا أن العدد كبير من الشباب يعاني البطالة، عندك كثير من الأسر صار فيها تفكك أسري وطلاق، وبالتالي انعكس برضو على الأطفال، بحيث أن وجدنا الأطفال في الشوارع والعمالة تعرضوا للتحرش والاغتصابات، نتجت عنها كذلك مشكلة تجارة الأعضاء، زواج الصغيرات. جملة الأسباب الاقتصادية مع الاجتماعية وبالإضافة إلى الأوضاع الأمنية المختلة في البلد وعدم وجود السلطات الرقابية، كل هذه اشتغلت أو اكتملت ونتجت لنا برضو العوامل النفسية للشخص. الناس بدأت تعاني من ضغوط نفسية كبيرة أدت بهم إلى حالة اكتئاب، إلى حالة هوس، إلى حالة انتحار. وفي المجمل هناك عدد كبير منهم ترجموا هذه الأسباب الاقتصادية الاجتماعية الأمنية في أعراض نفسية. نحن برضو في مجتمع كالمجتمع اليمني، الأب أو رب الأسرة يحتاج إلى كذلك مخصصات لكي يشتري قات، ولا يجد ما يسد به رمقه، فنلاقيه بأنه يصب جم غضبه على أفراد عائلته. تشكلت لدينا هذه العادات الاجتماعية، الظواهر الاجتماعية النفسية المؤلمة، والعدد أو النسبة كبيرة جدا. فوجدنا كما أشار التقرير إلى من يقتل الزوج أمام الأطفال، أطفال معذبين ولقوا حتفهم أو توفوا بسبب التعذيب، سواء كان من الأب أو زوجة الأب أو من الشارع. كل هذه أسباب أدت إلى هذه الظواهر. طيب ولكن طيب عندما طيب دكتور انجيلا، لو نتحدث عن انعكاسات هذه الجرائم، يعني انعكاسات هذه الجرائم، نحن دائما نحدث أو نقول في أي لقاء أن هذا المجتمع إن لم نتعاون مع بعض وتكون الجهود متكاتفة، بحيث أننا نحد من انتشار هذه الظواهر، بما معناه أن علماء أو أخصائي علم النفس والطب النفسي إلى جانب علماء الاجتماع، وبالتعاون مع الجانب الحكومي من خلال تفعيل بعض القوانين أو الاتفاقيات المصادق عليها في حماية هذه الفئات الأضعف. دور التوعية برضو بأهمية التبليغ عن أي حادثة أو ظاهرة بهذا الشكل. نحن كما يعني نؤكد على ضرورة الدعم النفسي والمساندة النفسية العاجلة، أن يكون هناك فريق، وهذا ما أشرنا له من ضمن أعمالنا أو أهدافنا الرئيسية في المركز، أننا نعمل على تقديم المساعدة أو المساندة النفسية تكون عاجلة على مستوى المدارس، على مستوى المعاهد، على مستوى حتى القرى في مراكز. وبعد ذلك تأتي العلاج للصدمات النفسية، ولكن لا يجب أن نتأخر هذه الخدمة، فالبعض يراها رفاهية ولكن نحن نؤكد على أهميتها في هذا الوقت الراهن. طيب تقول دكتورة إنجيلا أنه إمكانية الحد من انتشار هذه الظواهر اليوم مع تداول هذه الجرائم للأسف في وسائل السوشيال ميديا، ويعني هل هذا يخدم فيما يخص يعني الحد من انتشار هذه الجرائم، أم ربما تظل هذه الجرائم عالقة في أذهان الناس وربما تتكرر؟ يعني ممكن أحد يتابع جريمة مثلا ويتضامن مع الضحايا، لكنه ربما قد يقدم على عمل جريمة على نفس السياق. كلامك قد يأخذ، نعم فعلا السوشيال ميديا أحيانا احنا بنقول سلاح ذو حدين، فنحن في بيئة فعلا في وضع حرب، فالأشياء وهذه الطقوس النفسية قد تتكرر، وقد تعمل عملية تقليد لبعض الظواهر، وقد تكون هذه مثلا الأشياء تعمل عملية صد أو توعية، فهي محتملة الجهتين. ولكن نحن كأخصائيين لازم يكون هنا الدور إيجابي وفعال، في أن لازم نقدم الخدمات العاجلة بحيث نعمل على الحد من انتشار هذه الظواهر. طيب أشكرك جزيلا دكتورة أنجيلا. شكرا جزيلا دكتورة أنجيلا. من تعز أحمد الحكيمي، أهلا بك أحمد. أهلا بك عزيزي جميل. أحمد، اليوم هل فقط تعتقد أن الحرب والأوضاع الاقتصادية هي السبب وراء انتشار معدل الجريمة والعنف الأسري في المجتمع اليمني؟
الحرب قد تكون عزيزي سامي هي احدى الفواعل من اجل هذه الظاهره. هذه تصنيف اليوم من قناه ار تي الروسيه يتم تصنيف اليمن كثامن دوله تقوم بالعنف ضد المراه وضد الاطفال. هذه مشكله بحته تعاني منها اليمن ككل. في البارحه عزيزي سامي حدثت احدى الجرائم في تعز ان كان هناك احد الاطفال المشردين الذي يعاني من بما يسمى الاعاقه الذهنيه. فقام احد المسلحين باخذه بانه سيقوم باعالته وبانه سيقوم باعطائه ماوى، فاخذوا الى احد المقاهي وقام باغتصابه، ومما ادى الى نزيف داخلي لهذا الطفل. اصبحت هذه معاناه كبيره يعاني منها جميع الاطفال. العنف يعني الحرب هذه سببت بؤره كبيره للفساد الذي يجري من هؤلاء المختلون دينيا والمختلون اخلاقيا. بالمناسبه عدم وجود الامن من اجل حد هذه الظاهره هو يعتبر المشكله الاولى، باعطاء السلاح لمن لا يستحقون، بمن لا يقدرون، بمن لا يحملون الامانه التي حملت في اعناقهم، فيذهبون الى الحشيش المسميات هذه وهذه الترهات التي تجعلهم يقومون بهذه الافعال. طيب باعتقادك احمد ما الممكن اليوم للحد من هذه الظاهره؟ طبعا كل سمعت سؤالك للدكتوره انجلينا. طبعا بالمناسبه انت عندما ذكرت ان على مواقع التواصل يتم تداول هذه المشكلات، نعم يتم تداول هذه المشكلات وتصبح ارواح الناس كهاشتاجات توضع على اروقه مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم اصبح الدم لا يقدر بثمن، اصبح كانه شيء عادي. لابد ان يكون هناك وعي مجتمعي ويتم تصعيد هذه القضايا. ان كان هناك وعي مجتمعي من اجل هذه القضايا سيتم الضغط باقوى ورقه ضغط على اللجان الامنيه. شكرا جزيلا لك احمد. من تعز ايضا ينضم الينا الدكتور فؤاد التاج المدرس المساعد لمادة علم النفس في جامعة تعز. أهلا بك دكتور فؤاد. أهلا وسهلا أستاذي العزيز. أهلا وسهلا أخي سامي. دكتور فؤاد، تقريبا خلال هذا الشهر ربما عدد الجرائم تزيد عن 5 جرائم، تقييمك لهذه الظاهرة هل هي طبيعية أم حالة خطيرة ولابد من الوقوف أمامها؟ 100% طبعا الظاهرة خطيرة 100% وهي واسعة الانتشار على مستوى المناطق والأوطان التي تقع فيها الكوارث والحروب، وتتخذ طبعا أشكال متنوعة من أشكال العنف والاستبداد والاستغلال لكافة شرائح المجتمع وليس على مستوى الأسرة فقط. طيب لو اخذنا دكتور فؤاد هذه الجرائم مثلا، لو نختار واحده من هذه الجرائم ونريد منك تحليل نفسي عن دوافعها واسبابها، ما الذي استوقفك انت بشكل شخصي من هذه الجرائم خلال الفتره الماضيه؟ مثلا قلنا يعني هي مشكله طبعا عالميه واسعه الانتشار تتخذ اشكال متنوعه والنتائج طبعا اساسيه أساسها طبعا الحروب والأزمات والكوارث الواقعة على الأوطان. ومن ضمن هذه المشكلات قلنا العنف الأسري، والعنف الأسري طبعا دائما يعني لا تخلو أي أسرة من أي نزاعات، لكن الحروب هذه تولد لدى الأشخاص والأفراد والأطفال أيضا عنف تجاه الآخرين، والنسب انتشارها طبعا كبير على مستوى العالم وخاصه في الدول الناميه طبعا كانت كبيره وفقا
التقارير التي جمعتها والإحصائيات التي جمعتها المنظمات والدراسات من خلال أن يستمد من أقسام الشرطة ومن القضاء والجمعيات وحزب الله والطبية. طيب دكتور فؤاد، الضحايا اليوم لهذه الجرائم هم ربما الأطفال الأكثر ضحايا والنساء، كيف يمكن أن نتوقع مستقبل هؤلاء الأطفال وانعكاسات هذه الجرائم عليهم؟ يعني مثلا الأطفال الذين قتلت أمهم أمامهم، يعني قد 100% تولد طبعا ضمن هذا الجرائم، مثلا التي قتلت مثلا أطفال قتلوا أو شاهدوا ويعني قاتل أمام أعينهم، ينعكس طبعا سلبا على حياته النفسية وعلى يزيد من مستوى اضطرابات النفسية والمشكلات النفسية التي يعانيها سواء الفرد أو المجتمع. نسبة انتشار هذه الظاهرة طبعا 50 إلى 70% من المجتمعات طبعا النامية على حسب ما تشير إليه. طيب دكتور فؤاد، الآن في ظل هذا الوضع الحاصل في البلد والحرب وعدم القدرة على تقديم استشارات نفسية ودعم نفسي للضحايا وفق المتاح اليوم والممكن، كيف يمكن العمل على تخفيض معدل الجريمة والعنف الأسري؟ طبعا 100% دائما ما يخضع المجتمعات لدعم سواء كان نفسي أو اجتماعي، ودائما ما تشير الدراسات إلى التركيز على ضرورة العلاج النفسي، لكن عندنا كما هي معروف لدينا كلنا أن الجانب النفسي والاجتماعي قليل الظهور في المجتمع نتيجة الشائعات الظاهرة داخل أوساط المجتمع باللجوء إلى العيادة النفسية أنه يعد مريض نفسي وأنه مجنون وكما يقولون. والعلاج النفسي أو الدعم النفسي أو الإرشاد النفسي كلنا بحاجة إليه، وهو جانب مهم من للتخفيف من الآثار الناتجة عن الحروب أو الجرائم هذه، وايضا التدريب والتحصين ضد الضغوط النفسيه التي تتراكم مع وجود مثل هذه الحروب والجرائم. طيب اذا كان دكتور فؤاد المجتمع اليمني في فتره الاستقرار التي كنا نعيشها سابقا كان يعتبر علم النفس او العلاج النفسي نوع من التراب، ما بالك في الوضع الحالي والظروف الاقتصاديه الصعبه التي يعيشها الناس؟ والله صحيح، يعني الجانب النفسي طبعا مهم في كل مؤسسة في كل جهة في كل أسرة في كل عائلة تحتاج الجانب النفسي، ويلعب دور كبير في التخفيف من آثار الصدمات وأحداث الحياة الضاغطة في الحياة. وأيضا من ضمن الحلول التي نود أن نشير إليها هي التدريب على مهارة الاتصال والتفاعل مع الآخرين، وأيضا التدريب على يعني أساليب إدارة الأزمات وكيفية التغلب على التحديات التي يواجهها الفرد في حالة الطارئة، وأيضا تقديم الدعم النفسي والاجتماعي الأسري في حالة الطوارئ بمختلف أنشطته. وما تعمل اليوم طبعا المنظمات من أنشطة في تقديم العون المادي والغذائي يعد أحد البرامج ذات الأهمية البالغة في التخفيف من حدة الضغوط الواقعة على الفرد أو الاضطرابات التي قد تقع على الفرد نتيجة الحروب والأزمات الكارثية المعاشة حاليا في واقعنا اليمني. طيب دكتور فؤاد، سؤال أخير، اليوم لولا السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي ربما كثير من هذه الجرائم لم نكن سنعرف عنها شيء. تداول وانتشار هذه الجرائم على السوشيال ميديا، أنت تتابع ربما تعليقات الناس تجد أكثرهم رافضين لها ومتضامنين مع الضحايا، هل انتشار هذه الجرائم على السوشيال ميديا قد يعمل على الحد منها أم ربما تبقى عالقة في أذهان الناس وقد يقدموا على جرائم مشابهة؟ بالنسبة للانتشار من مثل هذه الظواهر على السوشيال ميديا يعني لها حدين، لها جانبين، الجانب الأول السلبي والجانب الإيجابي في بو او جانبين ايجابي وسلبي. السلبي بانه ينشر الرعب والخوف في نفوس المواطنين وفي نفوس الافراد ويزيد من عدم الاستقرار النفسي والنضج ايضا الاجتماعي والنفسي. وفي الجانب الايجابي انه يعطي لدى الفرد مصل للتحصين او التحصن لمثل هذه الجرائم واخذ الحيطه والحذر لمثل هذه المشكلات التي قد تحدث اثناء وجوده في المنطقه الكارثيه او في منطقه الحدث الاقصادي. فلها ميزتين، الميزه الاولى الخاصه بالتصدي بمواجهه الضغوط او بمواجهه مثل هذه المواقف. والاخرى السلبيه التي تزيد من مستوى انتشار
الخوف والرعب في نفوس المواطنين وخاصة الأميين منهم. أما فيما يتعلق بالوعي بالإدراك بحجم الكارثة وكيفية إدارتها وكيفية مواجهتها، فهذا يعود على الشخص نفسه وعلى طريقته في التعامل مع مثل هذه المواقف والأزمات. أشكرك جزيلا دكتور فؤاد التاج المدرس المساعد لمادة علم النفس في جامعة تعز، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا لبيب ناشر ناشط حقوقي في الولايات المتحدة في نيويورك. أهلا بك أخ لبيب. أهلا وسهلا فيك، مرحبا ومرحبا بجميع المشاهدين. برأيك ما هي أبرز الأسباب التي تجعل البعض يقدم على ارتكاب مثل هذه الجرائم داخل الأسرة؟ هو بطبيعة الحال الحروب دائما تسبب ازدياد معدل الجرائم، الشيء هذا رأيناه يعني تاريخيا، الشيء هذا كان واضح أيضا في المجتمع اللبناني. أنا من قراءاتي الخاصة وقارنت ما بين المجتمع اللبناني في الحرب التي دامت 15 سنة وما بين المجتمع اليمني، نفس الانعكاسات التي تتم على المواطن اليمني نتيجة للحروب، نتيجة للقسوة التي شهدها الطفل المواطن بشكل عام والطفل المراهق بشكل خاص. في دراسة أخيرة كان عملها أحد المراكز في محافظة تعز على 40 امرأة، وجدوا بأن هناك معدل العنف ازداد بنسبة 300% على ما كان قبل 2014 قبل الأحداث. العنف يتراوح ما بين ضد المرأة والطفل، ما بين العنف النفسي اللي هو التوبيخ، الإهمال، العنف الاقتصادي قطع المصاريف عليهم بشكل عام، ناهيك على 75% في من النساء والأطفال يتعرضوا، أو عفوا 67% من النساء والأطفال أصبحوا يتعرضوا إلى العنف الجسدي المباشر. المشكلة تكمن في أن هناك قوانين وهناك تشريعات، ولكن ليس هناك من يقوم على هذه القوانين والتشريعات. اليمن أحد الدول التي موقعة على جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل، ولكن للأسف الشديد مع وجود الوضع الأمني الحالي في مناطق السيطرة تحت الحوزة بشكل خاص، ليس هناك أي نية لديهم في تنفيذ هذه البنود أو بنود الاتفاقيات أو العمل على تلك التشريعات أو حتى ما يخص جانب الشريعة الإسلامية. في الحالة التي كان فيها الطفل عدي رشدي الذي أنا نشرت حولها، تابعنا قضية الطفل ابن المحويت الذي تعرض للتعذيب لفترة طويلة من قبل الأب. عندما تواصلنا مع الجهات الرسمية قالوا بأن الأب وما له لأبيه، الأب وما يعني التفسير، هناك التفسيرات الخاطئة التي تقوم عليها معاصي هؤلاء الأطفال. الـ 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 الابن وما له لأبيه في الأشياء الإيجابية، في الخير، في الاهتمام، في الرعاية، في العطاء، ولكن ليس بهذا الشكل، ليس بالضرب، ليس بالقتل، بالتعذيب. فأخي الكريم، عدم وجود التشريعات وعدم وجود الجهات المنفذة لتلك التشريعات التي تحمي المرأة والطفل من العنف هي أحد أهم الأسباب، ويأتي على رأسها عدم وجود الدولة الذي تفرض على الجهات المنفذة العمل تلك التشريعات والقوانين. طيب أخ لبيب، بالنظر إلى عدد سكان اليمن اليوم وهذه الجرائم الموجودة، في أي مرحلة نحن من مراحل الخطورة؟ يعني إلى أي درجة وصلت هذه الظاهرة؟ أنت أنا أعطيتك النسب، يعني إذا 67% من النساء والأطفال يتعرضوا إلى العنف الجسدي المباشر، تخيل ما سيكون بعد سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع إذا لم تتدخل الحكومات في المناطق التي تسيطر عليها، فكان الحوثي في مناطق في المحافظات التي تسيطر عليها أو الحكومة الشرعية في المحافظات التي تسيطر عليها لوضع حد لهذه الظاهرة. نحن نخلق في مجتمعنا عدد مهول من القتلة المأجورين في المستقبل. طيب أستاذ لبيب، 67% من قوام المجتمع تقول أنه ربما يمارس عنف ضد المرأة والطفل. طيب بالنظر إلى ما ينشر في وسائل التواصل والتضامن والاستياء، ربما الكثير يعني هناك خلل، يعني من الذي يقوم بهذه الجرائم ومن الذي يتضامن في نفس الوقت؟ يعني
الواقع الذي يعيشه المجتمع سيدي هو السبب الرئيسي. الواقع الذي يعيشه المجتمع حاليا، اختلاف الواقع، الوضع الاقتصادي، انعكاسات الوضع الاقتصادي على رب الأسرة الذي يعكس هذا الأمر مباشرة في داخل بيته على زوجته، الذي تعكس هذا الأمر على طفلها، الذي يخرج إلى الشارع ويعكس ما في داخله من ترسبات نفسية وعنف على أصدقائه، الذي بالتالي يعكس على خواتهم الصغار في داخل البيت وأخوانهم الصغار. هذه السلسلة، هذه الحلقة المستمرة من العنف المتواصل في المجتمع مسؤول عنها الوضع الذي يعيش فيه، الوضع الاقتصادي، الوضع الوضع الحرب. ولكن المسؤولية الأكبر تأتي في الحكومات التي تسيطر على المناطق. مهما كان الوضع الاقتصادي سيء، هناك دول فيها وضع اقتصادي أسوأ ولكن فيها ضوابط. هناك دول فيها وضع اقتصادي أسوأ بكثير ولكن فيها ضوابط، مع العلم بأن وضع اليمن اقتصاديا صار الأسوأ، ولكن يبقى القانون والجهات المنفذة والجهات الحامية. يا أخي، ليس هناك، ليس لدينا جهة تحمي المرأة اليمنية من التحرش في الشارع، ليس لدينا هناك جهة تحمي الطفل من التحرش العائلي في داخل الأسرة، ليس لدينا هناك جهة تحمي الطفل من ضرب أبيه له، من ضرب زوجة أبيه، حتى من ضرب أمه أو أخوه الكبير. بكل بساطة تذهب إلى القسم تقول لك هذا أبوي يا أخي يعمل فيها الذي يشكي. طبعا في نقطة مهمة جدا، الدراسة استخلصت إلى أن هناك فراغ زمني كبير ما بين حدوث العنف والإبلاغ عنه، يصل ما بين من 3 أشهر إلى 20 عام. تصور هناك فارق زمني، خلال الفارق الزمني هذا قد يموت الطفل، قد تموت المرأة. يعني انتم شفتم القضية التي حصلت في سرحان، المرأة التي اعتقلت 4 سنين أو كانت مأسورة 4 سنين. ما بين حدوث العنف وما بين البلاغ 4 سنوات كاملة ماتت فيها طفلة صغيرة. فإجمال هذه العوامل هي الذي أدت إلى هذا الناتج الآن أو الحد العالي. أشكرك جزيلا لبيب ناشر من نيويورك. حول الموضوع أيضا لدينا بعض المشاركات من خلال واتساب نستعرضها معا. نتطرق لقضية أو لموضوع التدهور، الانتشار الجريمة وانتشار العنف الأسري داخل المجتمع اليمني، والتي تعد ظاهرة انتشرت بشكل غير عادي مع سنوات الحرب وسنوات الضياع. انتشرت بسبب عدم وجود أجهزة الدولة، أجهزة الضبط، أجهزة القضاء، عدم وجود أو ضعف الوازع الديني، الحالة الاجتماعية التي يعيشها الناس، لقمة العيش، التضيق في لقمة العيش. أصبح الجريمة شيء سهل، أصبحت الجماعات المسلحة والتي تدعم أو لا تعيش إلا بالعنف تستقطب الشباب، تسهل لهم أدوات الجريمة، تدعمهم لارتكاب الجرائم، لارتكاب العنف، سواء أسري سواء مجتمعي، بشكل سهل. أصبحت يعني تعطيهم ربما بعض الفتوى، تستحل دماء الناس، تستحل دماء الخصوم. هناك أشياء عديدة اجتمعت وجعلت وشكلت عنف أسري، عنف أصبح العنف داخل البيت الواحد، داخل المجتمع الواحدة، المجتمع الواحد داخل البيت الواحدة، داخل القرية الواحدة. أصبح العنف منهج ممنهج بسبب أولا عدم وجود الدولة، ثانيا الحالة المعيشية التي يعيشها المجتمع، ثالثا عدا أو ضعف الوازع الديني، رابعا عدم وجود أجهزة أمنية قضائية تعمل بكافة الأصعدة. أصبح حاجات كثيرة تجمعت فأنتجت لنا عنف، أنتجت لنا جريمة، أنتجت لنا ظاهرة سيئة تكاد تكون منعدمة في الآونة السابقة، وكانت الحرب مغذية، ووجود السلاح ووجود الجماعات التي تحمل السلاح شكلت حافزا لارتكاب الجريمة، والتي إن شاء الله بإذن الله عز وجل نتغلب عليها وتصبح من حقب الماضي. الجرائم والعنف الأسري في اليمن، ففي ظل ما يعيشه اليمن واليمنيون من حرب ودمار وغلاء معيشة وانقطاع رواتب وغياب دور الأجهزة الأمنية في دورها،
عن حد من هذه الجرائم والعنف الأسري، وقلة التعليم في اليمن هو اللي سبب ذلك. فلو كان الشعب اليمني الأغلبية منهم متعلمين لما ظهر منهم العنف والجرائم، بل أغلبية الجرائم تظهر من الناس الذي يكونوا غير متعلمين أو ما يكون عندهم التعليم صح أو عندهم الثقافة. فلو كان عندهم الثقافة أو التعليم بشكل متطور لما ظهر منهم الجرائم والعنف الأسري تجاه النساء والأطفال. إذا تابعنا هذه المشاركات من خلال الواتساب. لدينا اتصال أخ معاذ ناجي من تعز. أهلا بك معاذ. حياك الله، معك أخي ثاني. تعليقك ومشاركتك في الموضوع هذه الحلقة والتي خصصنا لتزايد الجرائم ومعدل العنف الأسري داخل المجتمع اليمني في المنطقة وفي المجتمع الذي متواجد أنت فيه، لأي حد هناك هكذا نوع من هذه الجرائم؟ كيف تقيم الظاهرة؟ أولا أخي سامي، العنف هو عبارة عن ظاهرة سيئة مرفوضة جدا من قبل أبناء المجتمع، ذات شاعت قدرة الله وشاعت بعض الأحوال أن يتزايد العنف في المنطقة، يعني عن زاد العنف بشكل رئيسي بسبب الأوضاع. أولا أسباب العنف أو تحديد العنف بشكل عام هو العنف الأسري، هو الوضع الاقتصادي المتردي في الوطن، كذلك أيضا الانحلال الأخلاقي كان سببا رئيسيا في ايجاد العنف، حيث ان الانحلال مثل تناول المشروبات الكحوليه وغيرها او كل انواع الشيء هذا تؤدي الى زياده العنف. كذلك غياب سلطه الدوله كان سببا رئيسيا في انعدام لا يوجد هناك أنظمة وقوانين أمنية مثلا تحد من العنف سواء الأسري أو غيره، لأن سلطة الأمر الواقع جعلت أن هناك فوضى عارمة، هناك انتشار فظيع للسلاح، انتشار العنف بين أبناء المجتمع، مما أدى إلى ارتفاع شديد في معدل العنف وزياده عما كان سابقا. والسبب الرئيسي كما قلنا يعود الى الانفلات الذي الانفلات الذي نعيشه ونعيشه فيما في المنطقه، طبعا في الجمهوريه اليمنيه بشكل عام وتحديدا المناطق التي تخضع الى الحرب. كذلك من اسباب ذلك اطاله امد الحرب وعدم حسم المعركه او انهاء الحرب. استفادت هناك اطراف ظهرت بروز انتشار الفوضى او الجماعات المسلحه، كذلك غياب سلطة القانون تماما في بعض المناطق وتحديدا المناطق الريفية. فمثلا عن منطقة النم، نحن في منطقة النم من منطقة سعد نعاني كثير من الانفلات الأمني أو ارتفاع معدل العنف الأسري بسبب أنه لا يوجد هناك ضابط من جهة الدولة أو من جهة الأمن أو من جهة القانون. كذلك بالنسبة للعنف الأسري كان للأعراف والتقاليد هناك بعض شيء ما يؤدي للعنف الأسري، فمثلا بعض الزواج المبكر، فكذلك حصر المرأة في أمور محدودة، فإذا ما تحولت إلى عمل آخر أو إلى أن تقوم بأي شيء آخر يكون هناك ضدها عنف أسري، وهذا العنف مرفوض. شكرا لك معاذ من تعز. حول الموضوع أيضا نستعرض معكم بعض التعليقات من الفيسبوك. محمد يقول: في السنتين الأخيرتين من زمن الحرب صارت الجريمة والعنف الأسري مسلسل تراجيدي تعرض حلقاته بشكل يومي تقريبا. هذه الظاهرة المأساوية إن صح التعبير هي إحدى الأعراض الانسحابية النفسية التي أصابت نسبة كبيرة من الشعب اليمني نتيجة انقطاع الرواتب والوظائف والأعمال وغيرها مما يكفل أدنى سبل العيش الكريم. عمرو يقول: العنف الأسري من مخلفات الحرب النفسية والنجاة بالجسد في الحرب ليست كافية، لابد أن ننجو نفسيا كذلك. عندما يعنف ويهان رب البيت من قبل ميليشيا والنقاط الأمنية ومن صاحب الدكان إذا كان عليه ديون ومن صاحب الإيجار، سواء كان التعنيف لفظي أو جسدي، فإن كل هذه الضغوطات والانكسارات
تكبت في صدر الرجل ثم تفرغ على المستضعفين في المنزل من النساء وأطفال بشكل لا إرادي. في هذه الحال لابد أن يتم توعية الناس أن الضغوطات التي يمرون بها تفقدهم أعصابهم وإنسانيتهم وتقتلهم من الداخل، وأن إفراغ غضبهم على النساء والأطفال ليس انتصارا للذات المقهورة من وضع الحرب ومخلفاته. محمد يقول: ارتفعت وتيرة الجرائم والعنف الأسري كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية، وبلا شك فإن مشهد الانقلاب والمجازر والجرائم والانتهاكات التي قامت بها جماعة الحوثي أفرزت سلوكيات ترى في العنف سبيلا وحيدا لتحقيق الأهداف، وهذا ما يفسر تزايد معدلات الجريمة خلال سنوات ما بعد الانقلاب بصورة كبيرة، وأيضا تدهور الأوضاع الاقتصادية وتزايد معدلات الفقر بعد الانقلاب الحوثي، ولدى معدلات كبيرة من حالة العنف الأسري، وربما وتيرة هذه الجرائم ستستمر في الارتفاع في ظل الوضع الذي تعيشه البلاد والتدهور المستمر للاقتصاد الوطني الذي ينعكس سلبا على المواطنين. أبو مديان يقول: الجريمة والعنف الأسري أعتقد بحسب رأيه أنه غزا أكثر البيوت لسبب بسيط جدا، وهي حالات الناس المادية المتدهورة بسبب الصراع الحاصل، ومنها زواج القاصرات بالغصب لهذا السبب عدم دخل الناس، فمنهم من ضاقت معيشته من الأوضاع وتحول إلى وحش في بيته، ومنهم من يعني أصيب بحالة نفسية، والكل بسبب الحرب. أسامة يقول: العنف الأسري ليست الحرب وحدها هي من خلقت هذه الظاهرة، بل هي نتيجة تراكمات وجدت لأسباب عديدة، منها الجهل بحقوق الآخر وما يترتب عليه كفرد من واجبات تجاه هذا الشريك، وهذا ما رده غياب الجهات المعنية من مؤسسة تعليمية ومنظمة مجتمع مدني وإعلام للقيام بدورهم في التوعية والاهتمام بهذا الجانب لما له من أهمية في تكوين مجتمع متماسك ومتعاون يقدس العلاقة ويحترمها كأساس لبناء أسرة ومجتمع سوي قادر على تحمل متغيرات ومجريات الحياة. كانت إذن هذه المشاركة هي الأخيرة أو البوست الأخير في هذه الحلقة. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج البرنامج زميل عمر النهيم، في أمان الله.